السلام عليكم، صباح النور. كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله اموركم تكون بخير وعلى خير. نمشيو نفطروا، هادي 8:30 الصباح. من بعد ان شاء الله غادي نحاولوا نستغلوا الصباح ديالنا، غادي نمشيو ندورو شويه في كازا. باقي صراحه ما قررناش فين غادي نمشيو. غالبا ان شاء الله نقدروا نمشيو للمروكومول. هادي نحط لكم ان شاء الله الفيديو. نتمنى ان شاء الله هاد النوع ديال الفيديو هادي ينالوا الاعجاب ديال فصباحكم مبروك ونهاركم مبروك وفرجة ممتعة. مرحبا. دابا ان شاء الله غادي نطلقوا للمروكومول، غادي نمشيو ان شاء الله ندورو شويه، نديرو شويه شوبينغ. من بعد ان شاء الله غادي نشوفو واش غادي نجلسو نتغداو نيت هنا ولا غادي نمشيو حتى لاكار. عاد ان شاء الله غادي نتغداو لان في نفس اليوم غادي نرجعو لمراكش. كيف كتشوفوا المول ما عامرش بزاف، خاوي بيسك خرجنا الصباح بكري شويه. دونك كيف فطرنا مع ديك 8:30 خرجنا مع ديك تقريبا 9:30. حاولنا انا نخرجوا بكري نستغلوا شويه الصباح حيت هادي رجعوا يعني ديجا مقطعين لي بيي ديال التران، خاصنا نمشيو في الوقت. قررنا ان شاء الله نتغداو هنا في المول، كاين واحد المنظر زوين تبارك الله كيف كتشوفوا. دونك غادي نتغداو وغادي نمشيو ديريكتومون لاكار ونشدو الطريق لمراكش. في مراكش ان شاء الله غادي نصور لكم الوصول. وصلنا لاكار دو كازا فواياجور، دوزنا نهار زوين او بالاحرى صباح زوين الحمد لله في الدار البيضاء. الان ان شاء الله غادي نتوجهوا لمراكش باذن الله. نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش التفاعل ديالكم، تنقى التعليق ديالكم، كيعجبني ايضا الملاحظات ديالكم باش نحاول نطور ان شاء الله من الفيديوهات المقبله باذن الله. فان شاء الله نخليكم على خير والى فيديو مقبل بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله.